المعركة جزءان، الجزء العسكري وهو مقارنة بالجزء الثاني هو الأسهل، الجزء الثاني هو الأصعب وهو ما بعد التحرير، ماذا نفعل عندما نحرر المناطق؟ كيف نحافظ على الأمن؟ كيف ننميها؟ كيف نعمرها؟ كيف نعيدها إلى أفضل مما كانت عليه بحيث يشعر المواطن بالفرق بين الأمس واليوم؟ وتنفتح الأمان نحو المستقبل. أعتقد أن هذا ما فعلته قوات التحالف، وعندما دخلت في كل منطقة دخلتها كانت هناك نشر للمساعدات للأمن لإعادة الحياة لهذه المناطق لتأمين الناس. الآن كثير من اليمنيين بدأوا يعودون من بلدان الخليج ومن غيرها إلى المناطق المحررة، الذين في الحديدة وغيرها يسمعون بما يحدث في المناطق الأخرى وهي مناطق مجاورة كالخوخة والميدي والمخا وغيرها، ويتأملون أن يحصلوا على ما حصل عليه أخوانهم وأشقائهم في هذه المناطق، وهذا ما سيحدث بإذن الله. أنا أعتقد أن هناك فعلا خطة شاملة وكاملة لإعادة إعمار الحديدة لتحسين الأوضاع المعيشية فيها، والميزة الكبرى هي الميناء، فمن خلال الميناء الذي تصل إليه كما قلنا حوالي 70% من المواد الغذائية سيحصل أهل الحديدة على نصيبهم المشروع في هذه المساعدات وفي خيرات الميناء وخيرات بلادهم وما يأتيهم من أرزاق ومن مساعدة من الدول المجاورة، وهذا ما سيساهم في ترسيخ الأمن وترسيخ الولاء وتحسين الأوضاع المعيشية لكل الأخوة اليمنيين.